بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. تواصل مبادرة كلنا واحد تقديم خدماتها للجمهور، ومع اقتراب الموسم الدراسي تخصص المبادرة أقساما للأدوات الدراسية والشنط المدرسية واليونيفورم والأحذية. هو الأسعار بالنسبة للمبادرة، الأسعار طبعا في المبادرة هنا مخفضة جدا عن الأسعار اللي بره، لأن قبل ما أجي هنا سألت على الأسعار بره، فطبعا جيت هنا برضو في المبادرة لقيت الأسعار هنا مخفضة جدا وسعر مناسب لأي حد. يعني احنا جايين نشتري من هنا عشان احنا عارفين الأسعار هنا أرخص من بره وأنضف من بره، فعاملين حسابنا ان شاء الله نشتري لاحفادنا حاجات المدارس، ونشتري باذن الله نتسوق من اللحوم والحاجات اللي هي ايه اللي موجوده هنا ان شاء الله. كما توفر المبادره المواد الغذائيه والاحتياجات المنزليه باسعار مخفضه عن مثيلاتها بالاسواق، يصل التخفيض فيها الى 60% بحسب تاكيدات العارضين. بنقدمه هنا في مبادره كلنا واحد أدوات مكتبية وملابس مدرسية وشنط مدرسية وأدوات منزلية ومواد غذائية وسجاد، ونسبة الخصم هنا كبيرة بتتراوح من 25% ل 60%. بس كنا نتمنى إن في حاجات تتعرض أكتر من كده، يعني حاجات المعروضات تكون أكتر من كده، لأن الناس في حاجة إلى مثل هذه المعارض اللي هي طبعا بتعين الناس في ظروف الحياة اللي احنا فيها دي دلوقتي. 814 منفذا وستة معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا يقدمون عروضهم في المحافظات كافة حتى آخر الشهر الجاري. كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات دراسية ومواد غذائية تجدوه هنا تحت سقف واحد بأسعار ثابتة وتخفيضات متواصلة ترجع التوازن للسوق المصري. أحمد بكير، النيل.